السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. بلا ما ننساو خواتنا اللي في الغربة. بعد ما قام زتشي بمعاقبة الصحافة الجزائرية ومنعها من تغطية أحداث الجمعية العامة والمصادقة على تقرير المالي والأدبي، زتشي زاد تغول وزاد راح للخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها هي معاقبة عرامة كما تكلمت سابقا، ومعاقبة ملال وزرواطي من دمح ومن معاقبتهم باش ما يحضروش الجمعية العامة للمصادقة على التقرير المالي والأدبي وإسكات الأفواه. انتقل إلى مرحلة أخرى، يعني بدأ يقوي في العضلات نتاعو، زاد شي يبين في العضلات نتاعو، وهذه هي تبين لنا باللي زاد شي ما يتحركش من فراغ وما يتحركش وحده، لأنكم تعرفوا خوتي أفشل اتحادية هي الاتحادية هذه، اتحادية خير الدين زطشي وبهلول والجماعة، أفشل اتحادية منذ الاستقلال من حيث التسيير، يعني برية ما قدروش يرسلوها ويعاقبوا في الناس. باش تعاقب الناس وانت يا فاشل في التسيير تاعك الاتحادية، إلا اللي راك من وراك ناس مساندينك وناس معاونينك وناس واصلين ولا ناس عندهم نفوذ في الدولة ولا ناس من جماعة العهدة الخامسة اللي مازلت من النظام السابق. أنا ما تدخلش راسي صراحة أنه برية ما يقدروش يدفعوها ولا يبعثوها يعاقبوا عرامة ويعاقبوا الصحافة ويعاقبوا زرواطي ويعاقبوا ملال ويزيدوا يروحوا البعمر اللي كشف التصوير نتاعهم. هنا تبين باللي مازالت ناس نافذة من العهدة الخامسة مع زطشي وتسير في زطشي ومخلية زطشي قوي نوعا ما. ونزيدكم حتى مرة وروا رايح في الحساب، حتى الحاجر وروا راحين يديروا صعوبات عليه باش ما يحضرش ولا يضطر الأمر يعاقبوه. زطشي عاقب روا روا، زطشي عاقب روا روا، وباش تعرفوا باللي راه مازال العهدة الخامسة الحراك هذا مازال ما نعطاناش الثمار نتاعو، رغم انه الشعب دار المستحيل، والشعب هذا نتاع مستحيل وما يفرطش بالسهل، واصمت شعب هو الشعب نتاعنا، وين ما تروحوا ماناش طالقينكم وراكم وراكم، باش تعرفوا برك. اذا خوتي بعدها راح قلت لعلي بعمر رئيس رابطة الجهوية لورقلة، واللي منعوا وعاقبوا عاقبة لجنة الأخلاقيات هذه تابعة لزطشي، يعني تابعة للفاف، يعني منهم فيهم، عاقبوا علي بعمر. أبناء الجنوب وخوتنا في الجنوب وناس الجنوب مسكتوش، لأن هذا ظلم. زطشي خسر ليكيب نتاعو لاماسيا، خسرت من نادي وفاق ورقلة، عاقب بعمر. ما لكون يا زطشي شامبيونة ما تديهاش وما تجيش في التروازيام تكلاسي التروازيام بوديوم، يعني المراتب الثلاثة الأولى ولا تلعب على البوديوم، ما لا تنحينا كامل رؤساء الفريق كامل، تنحيهم كامل يتروحوا، كامل يروحوا يتنحوا كاع، مادام ورقلة ربحتك نحيت لها تاعها تاع ورقلة، دوكا كون شامبيونة ما تديهاش تنحيهم كامل. أنا نشوفها كيما هكا، يعني أنا هو المعلم باش تعرفوا. كيما قلت لكم بعمر تمت معاقبتهم من لجنة الأخلاقيات، لا ناس ورقلة وناس الجنوب بصفة عامة ما سكتوش، أبداو رفض نتاعهم وتنديدهم بهذه الحقرة والتهميش المتعمد، لأن بعمر حضوره راح يخلق معارضة كبيرة داخل الجمعية العامة، وحضور بعمر راح يقلب الموازين. إذا من أولويات زطشي إبعاد، قلنا الصحافة وزرواطي وملال وعرامة، نزيد بعد اللي عكس يكسر لي راسي واللي رايح يفضحني شكون هو بعمر. بعد بعمر قلنا ناس الجنوب ما سكتوش، بيان أعضاء الجمعية العامة أعضاء المكتب الرابطة للجهوية لورقلة خرجوا بيان وراهم يقولوا باللي رانا جمدنا كل النشاطات ابتداء من تاريخ 29 أفريل من تاريخ اليوم، رانا ما نعترفوا بحتى حاجة من قبل هذه الفاف. هذوما ناس الجنوب أول شيء بيان مقاطعة
وتجميد لكل النشاطات من قبل أعضاء الجمعية الرابطة الجهوية لورقة. نفس الشيء ما سبتوش ناس الجنوب، بيان أيضا مساندة لبعمر وتعليق النشاطات وتجميد النشاطات التابعة للفيدرالية من قبل واسمها نوادي تاع المنيعة، المقاطعة الإدارية تابعة للمنيعة. هذا من النوادي أيضا يساندوا في بعمر ورافضين وتجميد تعليق وتجميد كل النشاطات التابعة للفاف. الجهة الأخرى نوادي بيان نوادي منطقة الجنوب الكبير، يعني بيان نوادي الجنوب الكبير كامل داروا بيان، وبيان شديد اللهجة، تكلموا على قالك لازم حتى حنا نديروا انفصال، لحقت امور الانفصال، قالك لازم نديروا انفصال اتحاديه خاصه بالجنوب، اتحاديه تخصنا حنا خاصه بالجنوب، وماناش معترفين قالك بهذه الاتحاديه غير شرعيه، اتحاديه التزوير نتاع زطشي، راحوا لبعيد راحوا لبعيد، وقالوا باللي هذا زطشي يدير زعزعه تاع البلاد واستقرار البلاد، وزطشي غير شرعي وانتخابات ما نعترفوش بها. وتكلموا ايضا انه مساندة الحاج بعمر انه اسد، هذا عيطولو بعمر اسد الجنوب هو اللي راح يكشف. وناس حقيقة صراحة ان حضور بعمر راح يقلب الموازين، حقيقة هذا حضور بعمر يقلب الموازين كاملة، ورايح زطشي يكون اوت لو يحضر بعمر. بعمر روى بعض رؤساء النوادي اللي يكرههم زطشي ومعارضينه، راح خلاص زطشي عيسنين شهادة الوفاة نتاعو. إذن وتكلموا على أنه بعمر راح يكشف زطشي بالأدلة وبالعملية التصوير اللي صور زطشي باش وصل للمكتب الفيدرالي باش وصل للاتحادية. يعني ناس الجنوب الآن ناضت ردا الاستفزاز، أندية الجنوب ومنطقة الجنوب راهي فايرة ضد هذا الاستفزاز والقرار هذا التعسفي. اللي قلت لكم خوتي زطشي ما يقدرش يرسل برية رسالة باش يبعثها للكاف، ما يقدرش، كيفاش يعاقب الناس هذوما؟ كوما جاش ناس من وراه، ناس من وراه، باش نقول لكم برك باش تعرفوا باللي راهو في الخطرة اللي فاتت في الجمعية العامة تاع العام اللي فات زطشي منع الصحافة. كي الناس سرسرت شكون اللي منع الصحافة؟ زطشي يقدر يمنع الصحافة؟ قال لك يا ولدي راهو سعيد بوتفليقة هو اللي بقرار نتاعو، قرار من سعيد بوتفليقة باش يمنعوا الصحافة من تغطية الأحداث الجمعية العامة. الآن سعيد بوتفليقة شي نعرفوه راح، والنظام السابق راح بفضل الحراك الشعبي والثورة السلمية. كيف هذا الفركاسيتشي يمنع الصحافة، يمنع عرامة، يعاقب عرامة، يعاقب زرواطي، يعاقب ملال ويمنعوا من الحضور، ويمنع بعمر وما ادراك ما بعمر، وزيد يمنع روراوة ويعاوس يضيق على روراوة. شكون هذا؟ هذا بريه ما قدرش يرسلها للكاف، يعاقب الناس هذا كامل. خموا فيها مليح خوتي، انا مش داخل راسي صراحة، انا نشك باللي مازالت اطراف من النظام السابق ولا من جماعة العهدة الخمسة راهي نزلت ساند في زطشي وواقفة مع زطشي ومخليته يبقى. لوجيك مو منطق، كان قناة واحدة ووحيدة للآن جاي مع زطشي قلبا وقالبا، والقناة هذه ما تغلقتش، والقناة هذه ضد الحراك وضد الشعب الجزائري وضد إرادة الشعب الجزائري، وهذه القناة شوهت صورة الناس، وهذه القناة راح تدات ناس ومشاهير وفنانين وكذا للحبس وشهرت به، ما تغلقتش ومازالت للآن تعمل، ومازالت للآن تساند في زطشي قلبا وقالبا، ومع زطشي ومع بقاء زطشي. فكروا فيها مليح وخموا فيها مليح باللي يا خوتي مازالوا الجماعة على الضرك، مازال حاجة ما تغيرت. صحيح بعض المحاكمات وبعض كذا وكذا، بصح مازال ولا شيء تحقق من المطالب الرئيسيه للشعب الجزائري ولا الحراك الجزائري. هذه القناه ظلمت الناس وحقرت الناس
وحقرت المواطنين وشهرت بالناس وجاب ضد إرادة الشعب وضد الحراك، والآن تركب في الموجة، والآن رافضة هي هذه القناة رافضة باش زدش يروح وما تغلقتش القناة هذه، ما تغلقتش بل بالعكس ما تغلقتش وما تحسدش مولاها، والآن زدشي يعاقب في الناس، زدشي ممكن حتى روروا يعاقبوا، زدشي يعاقب روروا. أعطيكم حاجة من الأخر كخلاصة، كخلاصة رئيس الاتحادية تاع تونس عضو في تنفيذي في الكاف، رئيس الاتحاد المصري عضو تنفيذي في الكاف والفيفا، رئيس الاتحاد المغربي عضو تنفيذي في الكاف والجماعة كامل في الكاف المغاربة، رئيس الاتحاد الجزائري مهدد بالعقوبة وكان يتعاقب عامين في الكاف. هل يعني الجزائر تستاهل رئيس اتحادية اللي يتعاقب ورئيس اتحادية اللي قاعد كديكور برك بريا ما يقدرش يبعدها؟ خمو فيها مليح خوتي، مازالوا جماعة السانكيان باقين، هما اللي يسيروا في زدشي وهما اللي مخليين زدشي نافخ روحه ويقوي في عضلاته، هذه الحقيقة. زدشي عاقب روروا، زدشي عاقب عمر، زدشي عاقب عرامة وملال وزرواطي والصحافة. الشعب لن يسكت، ديرها في بالك يا زدشي باللي رئيس كما قال لكم ماجر، احنا ما نجيبوش من كلام من رسالنا، قال لكم ماجر الرياضة هي السياسة والسياسة هي الرياضة. الشعب رافضكم كسية في السياسة، رافض الباءات ورافض جماعة الخمسة، نفس الشيء في الرياضة رافضكم وكارهكم. حراك الرياضي لازم يتطبق. في الأخير خوتي ملاقاتنا مع مجموعة فيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.